بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. الحلقة الثالثة من برنامج تسميد الخيار الصيفي. بنقول طبعا برنامج ده الألف نبات. بنقول يعني في بداية، بس قبل ما أدخل، يا ريت بس أحلفكم بالله أي حد يلاقي الفيديو ده هو يشيره، يعمل له مشاركة على كل المواقع. مش انا ما بكسبش حاجة من اليوتيوب، وبقولها لك للمرة المليون برضو، تمام؟ لان احنا قطعنا اصلا كزراعة مش مطلوب قوي يعني، ولي ناس محددة، ولكن والله الخدمة الناس، بس اخدموا الناس على يعني ما يكونش فيه انانية، يبقى خير الناس زي النبي ما قال انفعهم للناس يعني. فياريت ناخد بالنا من الحتة دهيت كويس. انت شفت حاجة كويسة حاول تنفع بيها البشرية، يعني البشرية مش مختص بها، انا ما اقصدش المسلم طبعا، اقصد اي جنس واي لون واي دين، تمام؟ واجب يعني انك واجب عليك انسانيا يعني، تمام؟ فبنقول لان الكلام دوت مش بشكر في نفسي، مش هتلاقي حد يديهولك، ولو اديهولك مش هديهولك يعني فري كده كمان يعني، تمام؟ فبنقول اليوم 25 نص كيلو جرام 20-20-20 الأسمدة المركبة، وواحد كيلو جرام عالي بوتاسيوم. ابتدينا نعاني البوتاسيوم لأن احنا كده تقريبا بنجمع يعني، تمام؟ والبرنامج دوت يستمر معاك لحد ما تخلص الخيار بتاعك خالص، دي آخر حلقة في الخيار الصيفي، تمام؟ اليوم اللي 26 بنقول واحد كيلو جرام نترات كالسيوم. اليوم 27 بنقول واحد كيلو جرام 20-20-20 زائد نص كيلو جرام سلفات مغنيسيوم، كفاية علينا في الـ الوقت اللي احنا فيه ده هو، تمام؟ بعد كده بنقول اليوم 28 من نص كيلو جرام هيوميك أسيد. اليوم 29 من نص كيلو جرام 20-20-20 وواحد كيلو جرام عالي بوتاسيوم. عالي بوتاسيوم قلت قبل كده، ما تنشفش دماغك، نترات بوتاسيوم هي الأفضل طبعا. بعد كده عندك أي حاجة 6-6-36 12-12-36 10-10-40 اللي موجود عندك، ما عندناش مشكلة خالص، تمام؟ اللي موجود عندك عالي بوتاسيوم حطه. اليوم 31 عندنا 1 كيلو جرام 20 اليوم ال 30 عندنا 250 جرام. على فكره في الفيديوهين اللي فاتوا كانت مكتوبه كيلو جرام، بس اسف يعني هي 250 جرام عناصر صغرى تريد كورب، اسف يعني تصلحوها يعني. اليوم 31 عندك 1 كيلو جرام 20-20-20 زائد 1 كيلو جرام عالي فوسفور، كفايه علينا عالي فوسفور، بساعدني في التزهير، وانا كده بعمل توازن ما بين ان انا الجدر شغال معايا وشغال عليه الفوسفور، الورق شغال معايا وشغال عليه النيتروجين المتواجد في العشرينات معايا. اكتر حاجة شغالة معايا في الوقت ده هوت هي الثمار، وطبعا انا شغال عليها بالبوتاسيوم العالي اللي انت شايفه قدامك ده. الأسمدة البسيطة بتاعت الناس المحترمة عندنا 1 كيلو جرام نترات نشادر، عندنا 1 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم، عندنا 1 لتر حمض كبريت او 1 كيلو جرام، ما بحبش اكتب اللتر عشان الكثافة، ودي طبعا ما بيراعيهاش الا الجماعة بتوع الاراضي عشان ما حدش بس يقول لنا 1 كيلو جرام اهيا حمض كبريتيك، تمام؟ حمض نتريك، اسف، حمض نتريك، حمض نتريك يا جماعة، تمام؟ حمض النتريك. وبنقول حمض النتريك طبعا متوفر جدا في مصر وموجود في السعودية 68%، تمام؟ بنقول حمض النتريك. حمض النتريك هنا يا جماعة زي ما قلت بنحط مية مع حمض النتريك، تمام؟ وبندوب فيه بسلفات البوتاسيوم من بيتها الليلة اللي أنا صباح أسمد علشان تيسر للبوتاسيوم اللي في صورة الصلفة عشان غتت ورزل وما بدوبش إلا بالصداع يعني، وما بكونش ميسر كمان، بيفضل فترة كبيرة للنبات على ما يتحول للصورة الميسرة. عندي بعد كده 1 كيلو جرام نترات كالسيوم كالعادة، برضو ما فيش فيها أي تغيير خالص. عندي 1 كيلو جرام نترات نشادر في اليوم 27، عندي زائد نص كيلو جرام سلفات مغنيسيوم موجود برضو معانا، تمام؟ بدخل كده على اليوم 28 عندي هيوميك أسيد، برضو بنقول نص كيلو ماشي عندك، اللي موجود عندك حطه، 100 جرام مفيش اي مشكل خالص زي الفل، 50 جرام ماشي مفيش خالص، ماشي برضو مفيش اي مشكلة خالص.
واحد كيلو جرام عندنا اليوم 29، 1 كيلو جرام نترات نشادر، 0.5 كيلو جرام حمض فسفوريك، عندنا 1 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. تمام، ماشيين برضو احنا زي بنرفع هنا البوتاسيوم. تمام، بعد كده يا جماعة بنقول اليوم 30 عندنا 100 جرام حديد، سلفات حديد مخلبي، 50 جرام منجنيز، عندنا 50 جرام زنك. تمام، دول بيتسمدوا كل اسبوع، وقلنا دول التلاتة اللي متواجدين معانا ما بيسيبوناش خالص. تمام، اللي عندنا في اليوم 31 عندنا 1 كيلو جرام نترات نشادر، عندنا 1 كيلو جرام حمض نتريك، عندنا 1 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. تمام، ودي برضو زي ما قلت بندوب المية مع حمض النتريك مع سلفات البوتاسيوم، بيتهم ليلة وتاني يوم الصبح، بس يا ريت الإناء اللي يبقوا فيه يكون بلاستيك عشان ما يتفعلوش حمض النتريك، ما يتفعلش معاك مع الحديد ويعمل لك مشكلة كل شوية، عايز لك برميل. تمام، ده اللي احنا كنا بنقوله في الخيار الصيفي. تمام، البرنامج ده هو ممتاز طبعا، متجرب بدل مرة مليون، واعتقد ان انت مش اقل من صنفك كويس، مش اقل من 25 كيلو جرام في المتر المربع، 25 كيلو جرام متر مربع بتجمع يوم ويوم. انا النهاردة جامع من بيت 2000 متر، جامع منه 300 في الليم في 6 تقريبا باتنين طن يوم ويوم. تمام، فالمفروض انك انت تاخد ده، المفروض عندك رش ورقي، المفروض ان عند حضرتك رش ورقي بعشرينات مع عناصر صغرى، ده احتياطي، ربما يكون ناقص عندك عناصر فالمفروض بتشتغل بيها. حافظ على النبات بتاعك من عملية الجذور، اعفان الجذور، حافظ على النبات بتاعك من مشكلة العناكب العناكب والثاقبة المصة، وخصوصا في العروة الصيفية، عشان في الآخر ما تقوليش أنا بجيب إنتاجية قليلة ليه. انت ما جبتش إنتاجية، انت جايب إنتاجية قليلة، فدي من نفسك مش من حد تاني. بس شكرا لحضراتكم، بتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.